واحد هو الخامس يعني فيه تفصيل منه ما هو يعني استعمال لو محرم وجائز، والقسم السادس جائز. نعتبر المحرمة لو أربعة لأن المؤلف أراد بها. الأول اعتراض على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد. أهل النفاق قالوا لو كان لنا من الأمر شيء. اعترضوا على ما على التشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اعتراض على القدر. لو أطاعونا ما قتلوا يخرج هذا يحصل له حادث، يقول له هذا لو سمعت كلامي ما حصل لك حادث. قل هذا اعتراض على قدر، والله القدر لاحق بي لا محال، وأفر من قضاء الله إلى قضاء الله. عمر رضي الله عنه قدم بالجيش وأراد الدخول إلى الشام، والشام كان فيها الطاعون، استشار الصحابة وعزم أنه لا يدخل، أنه بقي معه من بقي من الصحابة، وهذا الطاعون يعني فتك بالناس، عزم على الرجوع. فجاء إليه رجل قال يا عمر أفرارا من قضاء الله؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون الحديث. هذا الثاني. ثالث، بعض الناس يقول لك ها لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه لو تفتح عمل الشيطان محرمة. إيش تقول؟ قدر الله أو قدر الله، يصح قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. الثالث، بعض الناس نسأل عليه السلام يحتج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر، تقول يا أخي ليش تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إما أنما أشرب بقضاء الله. عجيب، أدخل يدك في جيبي وأخرج النقود وقطعها. قال ليش تقطع؟ لو شاء الله ما قطعت النقود، صح؟ أو تضربه حتى يغمى عليه، تضربه ها حتى يغمى عليه. إذا أفاق وقال ليش تضرب؟ لو شاء الله ما ضربت. اقتنع اتركه، اقتنع. أنا أقول هذا الكلام باب توضيح بس، لا تضرب أحد. لماذا لا ترضى على النقود على هذا بالإتلاف وترضى هنا؟ هذا القسم الرابع، هذه أنواع أربعة محرمة. الخامس في تفصيل. إنسان الشيخ مثلا يرى فلان من التجار ينفق في طاعة الله، يقول لو أن لي مثل هذا، هذا يتمنى إيش؟ خير.